سباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن منافسات هذا السباق المحلي الثالث على الهواء مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة مع انطلاقة هذا الشوط الأول الرئيسي لسن الحيل، شوط رئيسي. متابعينا الكرام، أيها الأعزاء، ينطلق على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية، عبر قناة الكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن. هكذا ينطلق أقوى أشواط الحيل في صباح هذا اليوم، هذا الشوط النخبوي، بل هذا الشوط الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله دائما وأبدا نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق أقوى أشواط الحيل على بركة الله. ينطلق هذا الشوط بأمال المشاركين بتطلعات الحاضرين فيه، فنتمنى لهم جميعا التوفيق في أقوى أشواط الصباح، خيرة أشواط الحيل. هذا الشوط الرئيسي لمن نمس هذا الشوط المفتوح. مقدمة الشوط مصيونة على المقدمة، مصيونة على الصدارة. عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني يقدم مصيونة على المركز الأول على صدارة الشوط. 6 كيلومترات هي المسافة الرئيسية لهذا الشوط، هي المسافة المقررة لسن الحيل في السباق المحلي الثالث، حيث من المقرر إسدال الستار على منافسات السباق المحلي الثالث. هذا السباق بعد نهاية أشواط العصر، بعد نهاية أشواط الحيل والزمول لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. لنبدأ في الأسبوع القادم بإذن الله مع مرحلة قادمة وسباق محلي جديد، وهو الرابع. فنتمنى التوفيق والناموس والخير لعموم المشاركين. المركز الثاني وصلت بلشة، بلشة تصل على المركز الثاني لحمد بن حزام الزعبي، يقدم بلشة على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، وصلت ارتياد لمحمد بن فلاح الغضيض، يقدم ارتياد. بينما المركز الرابع تقدمت الذيبة، مرحبا بالذيبة، سالم بن حمد بن جار الله بن جهويل، يصل قلب الأسد القطري، يقدم الذيبة على المركز الرابع خير تقديم. بينما المركز الخامس تقدمت فيه سلطة، سالم بن فهيد بن براك الزبداني، يصل مع سلطة على المركز الخامس. ولكن من الجانب الآخر الشايقة وشعارها، يصل شعار الشايقة، يصل شعار رسمية مع كيف، مع كيف، مع كيف، محمد بن سعيد بن محمد الخيارين بقيادة الصبيح بن سالم بن نعوف الغيلاني، أحد أخطر المضمرين المتواجدين في الأشواط الرئيسية، ينتزعها والعصا قوس. نتمنى التوفيق للجميع. متابعينا الكرام، أيها الأعزاء، العودة إلى مقدمة الشوط، مصيونة المصيونة اللي مصيونة للرموز، مصيونة الملايين، مصيونة السيوف، تسيطر على المركز الأول. وأيضا وضع لهذا السن، سن الحيل، جوائز مليونية في المهرجانات، في السباقات الخليجية، في المحافل الكبرى، في المحتفلات. وضع لهذا السن ولهذه الفئة، فئة الحيل، جوائز بالملايين، عشرات الملايين بانتظار المشاركين السيوف. ولكن على المشاركين أيضا المحافظة على هذا السن، وأيضا المشاركة بها في
اليوم الكبير في المحافل الكبرى، فنتمنى التوفيق للجميع. مصيونة، المصيونة على المركز الأول، مصيونة عبد الهادي بن خليل الشهواني على الكادر الفوقاني على الهواء مباشرة. يا أبو خليل نتمنى لك التوفيق، ولكن بدأ الضغط من البداية قبل أن نقادر منتصف المسافة. شعار الخيارين، شعار سعادة محمد بن زايد الخيارين، شعار الشايقة، من خطفت الشوط الرئيسي المفتوح في يوم الأمس يعود اليوم. ماذا أنت ناوي يا صبيح يا صديقي يا الغيلاني؟ ماذا أنت ناوي؟ الأشواط الأولى الرئيسية، الله يا سلام. المركز الثاني كيف 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 لمحمد بن سعيد بمحمد الخيارين على المركز الثاني، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر ارتياد الغضيض، ارتياد تتسلل من الجانب الآخر. محمد بن فلاح الغضيض وصلت أيضا في هذه اللحظات. الذيبة، الذيبة على المركز الرابع، سالم بن حمد بن جار الله بن جهويل يقدم الذيبة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس رغد أول نداء أو هنا اللي تسللت في هذه اللحظات شعار الزبداني، وصلت سلطة سالم بن فهيد بن براك الزبداني وراء رغد. طلال بن سعيد بن نورة يتقدم شعاره أيضا، يقترب من دائرة النداء والإذاعة. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى مصيونة اللي ما قصرت، مصيونة منذ البداية وهي مسيطرة على المركز الأول، محتكرة للنداء الأول للكادر الفوقاني. هذه مصيونة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على المركز الأول، مع ناموس الحيل يا أبو خليل، مع ناموس الحيل، أفضل ناموس، أقوى النواميس اليوم. لمن ناموس هذا الشوط يا مضمرين، يا مسايرين، يا متابعين؟ وذكر السادة الفائزين بأن هناك مقابلات بعد أشواط المساء مع الفائزين بالأشواط الأولى الرئيسية، وسائل الإعلام تنتظر الفائزين في الأشواط الأولى، الأشواط المفتوحة، الأشواط الرئيسية، ليدري الفائز بتصريحاته عن السلالة وعن الإنجازات، وتنهال أيضا عليه التهاني والتبريكات. نتمنى التوفيق للجميع. ما زالت مصيونة على المركز الأول، مرتاحة على الصدارة، تحلق خارج السرب مع عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. يلا 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 يا راعي مصيونة، اركز في التركيز مطلوب. ارانا بدانا ندخل في الكيلو مترات الحاسمة، في الكيلو وين الاخيرين عن خط النهاية. المركز الثاني كيف خطيرة للغاية، محمد بن سعيد بن محمد الخيارين مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث اول الواصلات، اول المهددات سلطة سالم بن فهيد بن براك الزبداني يقدم سلطة على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تصل الذيبة سالم بن حمد بن جار الله بن جهويل مع جار الله بن حمد بن جهويل قلب الأسد في التضمير، بينما المركز الخامس وصلت وتسللت وانطلقت أمل في أول نداء لها. مرحبا بأمل لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، يصل شعارك إلى أنيق في أول نداء في الشوط المفتوح. وصلت أمل وحركت هذا الشوط بحضورها بوصولها. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة، إلى المقدمة هناك، إلى المقدمة هناك. ما زالت مصيونة مع المركز الأول، تقترب من الكيلو متر الأخير من أجوائه، الكيلو متر المثير. مصيونة 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 لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني مع المركز الأول. المركز الثاني كيف كيف ومصيونة، كيف ومصيونة. سلطة تصل، وصلت سلطة في هذه اللحظات مع المركز الثالث في الشوط الرئيسي، أقوى أشواط الحيل. أين يتجه ناموس الحيل اليوم يا مضمرين، يا عمالقة الملاك؟ يا سلام، مصيونة هل تواصل، هل تحافظ على هذا العطاء الكبير، أم يكن لكيف مع الكيلو متر الأخير كلام؟ كيف 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 ومصيونة وسلطة، أقوى أشواط الحيل، خيرة يا أشواط الحيل، سلطة، مصيونة، كيف 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 مصيونة، مصيونة وكيف، أقوى أشواط الحيل، الشوط الرئيسي. كيف ما زالت مع المركز الثاني، مصيونة مع المركز الأول، مصيونة مصيونة مصيونة. قامت راس مع عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهوان،
الثاني يا سلام، انطلقت مصيونة، انطلقت مصيونة مع الستمائة متر الأخيرة لتزف التهاني لمالك الشعار لأبو خليل عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. سلام يا مصيونة سلام، قامت راس وافتتحت النداء راس، وتواصل العطاء، تواصل الإنجاز، تواصل التألق، تواصل هذا المستوى الكبير، هذا المستوى الفنان. مصيونة تنتزع أقوى أشواط الحيل انتزاعا، أمل المسند قادمة، أمل قادمة يا سلام، أمل بإنجازاتها بسجلاتها الحافلة بالإنجازات مع الأنيق، ولكن مصيونة خلاص، مصيونة 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 حسمت هذا الشوط، حسمت أموره. الناموس إلى عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، يستاهل، يستاهل راعي مصيونة من قامت راس وأنهت راس ناموس على انتزاع أقوى أشواط الحيل. تهانينا يا أبو خليل، تهانينا على هذا الفوز المستحق، تهانينا لمالك مصيونة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. المركز الثاني أمل لناصر بن عبد الله المسند. المركز الثالث الذيبة لسالم بن حمد بن جار الله بن جهويل. المركز الرابع، المركز الرابع كيف لمحمد بن سعيد بن محمد الخيارين. المركز الخامس، المركز الخامس رغد طلال بن سعيد بن مبارك بن نورة. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء أيها الحفل الكريم، وهذا الشوط الأول الرئيسي يتجه إلى مالك مصيونة، تنتزع هذا الشوط الأول وقامت راس متصدر المشهد من بداية هذا الشوط حتى نهاية وحسم أمور هذا الشوط الرئيسي. تهانينا والناموس لمالك مصيونة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، ما شاء الله تبارك الله على هذا المستوى الكبير الذي قدمته اليوم مصيونة في هذا الشوط الرئيسي في أقوى أشواط الحيل في ميدان التحدي في صباح هذا اليوم. 9:43، 9 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني للحظة وصول مصيونة إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، وسلام يا مصيونة سلام. المركز الثاني اللي فاجأتنا حقيقة في الأمتار الأخيرة أمل، قطعت المسافة في 9:45، 47 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك أمل ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ناموس يا الأنيق. المركز الثالث الذيبة، قطعت المسافة في 9:49، 75 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك الذيبة سالم بن حمد بن جار الله بن جهويل، وتهانينا لجار الله بن حمد بن جهويل. تهانينا